لننادي جميعا ثلاث صرخات لبيك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الاصباح ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين على الرحمه الالهيه رسولنا محمد وعلى اله الاطهار السلام عليك يا امام الاتقياء السلام عليك يا اذن الله الواعيه السلام عليك يا ابا اليتامى والمساكين السلام عليك يا حبل الله المتين السلام عليك يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ورحمه الله وبركاته السلام على المرمل بالدماء. السلام على غريب الغرباء. السلام على كافل الحوراء وقطيع الكفين ونافذ البصيره مولانا العباس بن علي عليه السلام والسلام على ام المصائب زينب بطله كربلاء ورحمه الله وبركاته. ثم السلام عليكم ايها الموالون المعزون ورحمه من الله وبركات. ايها الموالون فلنصرخ جميعا باعلى الاصوات ثلاث صرخات لبيك يا حسين. لكشافه الكفيل مراسيم تجدد من خلالها الولاء إلى سيد الشهداء وساقي عطاشا كربلاء وها هي الجموع الغفيرة من أبناء حامل اللواء ترسم لوحة الحب والانتماء في مسيرة المبادئ السامية لصبط سيد الأنبياء من خلال ما احتوته من كراديس وتشكيلات متنوعة قدم هذا التنوع إبداعاً كبيراً في ابراز رساله جمعيه كشافه الكفيل واهدافها الواضحه التي هي امتداد لرساله واهداف الانبياء والائمه الهداه اذ انطلقت هذه المسيره باعلاء كلمه الحق والعدل وروح الايمان ومواجهه الباطل والظلم والعدوان ورفعت رايات وطننا العراق العزيز وبشعار حب الاوطان من الايمان وتنورت هذه الكراديس بكراديس القران المبين واحاديث اولياء الله المقربين وتشرفت بحمل صور الشهداء الابرار الميامين وارتفعت بكراديس خدام الامام الحسين عليه السلام وعبرت عن استعداد مواهبها الابداعيه الخطابيه والانشاديه والفنيه لايصال مفاهيم سيد الشهداء عليه السلام وهتفت هذه الفتيه المؤمنه باشبالها وكشافتها بالحب والانتماء لبطل كربلاء وسيده المضرج بالدماء واعلنت بكل مكوناتها التاهب التام للتضحيه والفداء لاوصياء الله الاتقياء وجاءت هذه المسيره وللسنه الثامنه على التوالي وبرع... وبرعايه الامانه العامه للعتبه العباسيه المقدسه قسم الشؤون الفكريه والثقافيه لتقدم احر المواساه والتعازي الى مقام ولي الله الاعظم صاحب العصر والزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء فلنصرخ جميعا ثلاث صرخات لبيك يا مهدي أريد صرخات اقوى ترج المكان بلبيك يا مهدي. لبيك يا, مهدي. لبيك يا, مهدي. لبيك يا مهدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعذب الله قلبا وعى القرآن أما الآن نترككم مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الدكتور والقارئ محمد الطيار فاستقبلوه بثلاث صرخات لبيك يا زينب نور المجلس بذكر محمد وال محمد ورد في الاثر عن المعصومين عليهم السلام ان قارئ القران والمستمع في الاجر سواء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جميعا تحيتهم فيها شجره طيبه اصلها ثابت اصلها 就第。 كشجرة خبيثة اجتثت من فوق Why? يا الله صل على محمد وآل محمد من سقط منك علمنا ومن طحت علم شرعه والجفوف مقطعه الخيل وفرهدتنا يا تفيل العائله هذا مستهلك من سقط منك علمنا ومن طحيت على مشرعة والجفوف مقطعة الخليج جاتنا وفرهدتنا يا الليل عائلة صيح من صقاط من صقاط منك علم من طحيت على وتشوفوه مقطعة الخيل الخيل جاتنا وفرهدتنا يا تفيل العه صيح من سقط منك على من من سقط أمنه ومن طحيت على مشرعه والشفوف ارفع ايدك وصيح الخلجتنا وفرهدتنا يا شفيل <applause> جني بزينب غريبة حايرة بامر الحرام لا حمل يحمي حماه أو لا في ولا خيام او صدت الشاطئ الفرات تنادي يا راعل العلم يا رجانه وبلوانه وبحمانه من تعهد والتزام ومن توزم بالضعينة وناشرب. اللو ما يمر بين الهوى قلبي مشتار يا بن حدار وبدماء دلله من صقاط من نو من طحت عال والشفوف مقطعه والشفوف خلجتنا الخلجتنا وفردت. <applause> اللي عنده حاجه عمي قوم على حيله بارك الله بيك. ايا حسين ومصايابه. <applause> يلا رتب عزاك، رتب عزاك. أي حسين يا حسين ومصايابه. ارفع صوتك هذا كل صوتك لجل العين ستايب <applause> هذا كل صوتك هذا بعد عندك اعلى لجل العين ستايب يا حسين <applause> يا, حسي يا ذكرك بطرف لساني <applause> حاشا يا يوم الوعد ما شاء الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عب إلك يلا يا أبا يا أبا أرفع صوتك. عبد الله يا أبا سمع للحسين يا أبا أبا عبد الله يا أبا إيه اين أبوي على الخدامة من الزغور رباني حسين مع شوقي الوحيد وما أبد لب ثاني هذا النصوان خادم عمي إيه اين أبوي على الخدامة من الزغور رباني نسين مع شوقي الوحيد وما ابد له بثاني من كثر ما اذكر اسمه من طبيع بلساني من كثر ما اذكر اسمه من طبيع بلساني آه يا حسيني ومصابي عايشة بوجداني إجداني عايشة بوجداني يا أبا عبد الله يا أبا, <سزق> يا, آبا <سزق> يا أبا عبد الله يا <صفيق> أبا الأخير صوتك بوي يلا يا أبا, <يا آبا, يا آبا سي أنفاج الكتاب بينقله الله أحد على نهجه أمشي دومي وأبد ما عوف حسين على نهجه أمشي دومي وأبد ما عوف على نهجه أمشي دومي وأبد ما يبتعد عن جنة الله العن الحسين ابتعد كل من يموت على حبه ما تحلى من الشهد كل من يموت على حبه ما تحلى من الشهد يا ابا عبد يا أبا عبد الله يا أبا إلى خير يلا صوتك إيه يا أبا يا أبا. إيه ألتزم دومي بصلاتي ولحظة ما أنساها قل له قل له للحسين يلا التزم دومي بصلاتي ولحظه ما انساها إحسين من اجل العقيده حتى روح انطاها إحسين من اجل العقيده حتى أروح <applause> شرف هاي الخدمه عندي وبها دومه بي سبع حظوظ خلت خدمته ما أحلاها خدمته ما أحلاها يا أبا عبد ما شاء الله خدام الحسين آه يا أبا سمع للحسين يا أبا إيه التزم دومي بصلاتي ولحظه ما انساها لخادم الحسين حيدر مطر العبادي التزم دومي بصلاتي ولحظه ما انساها حسين من اجل العقيده حتى روحا عيد وياه يلا احسين من اجل عيدة عيدة بعد يلا حسين من شرف هاي الخدمة عندي وبها دومة تباها بيا سبع حظوظ خلت خدمة تشمح خدمة تشمح لها يا باعب يا أبا عبد الله يا أبا سمع للحسين يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ايه تمشي وي دم الخدامه وبالقلب مشدود يا حسين وكربلاء بكل وقت موجود ما يفارقني المخيم والقمار والزنود موتت بمجلس حسيني أمنية ومريود موتتي بمجلس حسيني أمنية ومريود أمني يا أبا عبد ما شاء الله هلا هلا يا بابا عبد الله يا بابا الاخير صوتك يلا يا أبا, يا أبا بعد بعد عيده يا ابا تضريك بهم نادي أنا عجل بيضه لك إِلَكِ إِلَكَ عجل بيضه من تضريك بهم نادي أنا عجل بيضه كلمة واحدة لك عجل بيضه رايح آه كعبة غيب شوق نطوفك نسعى بلحفة بين حروفك حجة نتم من نشوفك ونقبل يل مهد جفوفك عجل بيضهو أعلى أعلى عجل بيضه. آي آي زمزم شان اعتابك عتابك تظهر يمتى وتروي أحبابك تظهر يمتى وتروى وحبابك نسألك اليوم من بابك يا يوم اللي بتنهي غيابك عجل بيضه أجل بيضه يلا اظهر كي يجبر كسر الزهرة حيدر 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 يظهرك يجبر كسر الزهره لا يشفي لا شك جرح الطبره والصبط لمس مومي سره يا المهد ظهورك عجل بيضه عجل بيضه <applause> عنك ينشد دم المنحر جاسم يترى قبوي الاكبر وحر على التلت يتصبر والحر على التلت تاني تكوي يا اهل خدار عجل بيضه إيه عجل بيضه آه يا زمزم لي شان عتابك تظهر يمته تروح حبابك نسألك اليوم من ديك بابك يا يوم اللي بي غيابك عجل بيضه عجل بيضه عجل بي... على عينه راك اي اي يا زمزم اللي شان عتابك تظهر يمت و تروح بابك نسألك اليوم نديق بابك نسألك اليوم نديق بابك يا يوم اللي بتنهي غيابك عجّل بيضه جواب جواب عجّل بيضه زينب من الخيمة طلعت بيديها جود ونخت راعي العالم وعليها ولنقوم قمرها شي معوديتي ناديها وبجفل الراية المنشورة وبكى جواب جواب وبكى خادم <applause> ايزي انا بمن الخامة طلعت بيديها جود ونيخت راعي العالم وعليها ولنقوم قمرها شي معود

أيّاً نادى يا اختي لا تيهم متي هالقوم ما أزال انا المتكفلج واللي ملزوم وانا ابن عوديت بالحيره يبي معلوم وبيوم الكون عرفوني للعباس للعباس يلا هلا <سؤال> وبيوم <اللي> كوني عرفوني قادم <سؤال> ايه نا اداه يا اختي لا تيهم متي هالقوم ما واللي ما وأنا بنعديش بالحارة يبي ما إلك إيه إلك إيه وبيوم الكون عرفوني عيدة عيدة وبيوم الكون عرفوني يلا بيت الدعاء آية نعدت فيلا هبل بوجودك ما أمون قلبي يا ابن يا أدريك المرجلة من عودك يا سور المانع يا هبل سور المانع يا وقت ماكو والله وقت ماكو على راسي خدام الحسين على راسي بس وقت ماكو وقت ماكو يا <applause> زينب من الخيمه طلعت بيديها جود خت راعي العالم واليها لنقوم قمرها شمع ديتي ناديها وبكف الراية المنشورة وبكف الراية المنشورة مأجورين خدام الحسين إلهنا باسمك العظيم والأعظم العز جل الأكرم يا الله اللهم بالحسين تقبل منا هذا القليل القليل يا الله اللهم تقبل اعمال المؤسسين لهذا المأتم يا الله اللهم عجل وليك الفرج عجل وليك الفرج يا الله بسم الله الرحمن الرحيم نقرا سويه دعاء الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك تمتعه فيها طويله برحمتك يا ارحم الراحمين الى الهنا بالحسين بالحسين لا ترد ايدينا الا بقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان والى امواتنا وامواتكم والى روح مولاتي ام البنين باب الحوائج رحم الله من يقرا سوره المباركه الفاتحه قبل الصلاة على محمد وآل محمد